السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة أنا رايحة سوق أجيب سمك، بس فوجئت وأنا نازلة إن الأسانسير مش شغال، فطبعا مشكلة كبيرة جدا. إحنا عندنا 2 أسانسير، واحد بينزل بيطلع المكوز، وواحد بينزل بيطلع المفرد، وواحد بيطلع المكوز، الاتنين مش شغالين. وأنا طبعا لبست وجهزت نفسي ومستعدة للسوق. طبعا هتقولي لي انت ساكنة في الدور الكام؟ هقول لك انا ساكنة في الدور التاسع. ايوه، يعني هضطر انزل. هي المشكلة مش في النزول، هي المشكلة في الطلوع. المشكلة في الطلوع، انا هطلع بس انا بتونس معاكم واحنا نازلين. المشكلة في الطلوع طبعا، وانا طالعة وطبعا جايبة حاجات وبتاع، مشكلة كبيرة جدا. يا اسانسيراتك يا فرنسا. العجلة صاحبتي بروح بيها في اي مكان، بس مش عارفة بقى دلوقتي. انا هسأل طبعا، هسأل البواب هل هيصلحوه يعني فترة قليلة، مثلا ساعة ولا حاجة كنا هنا رحت وجيت ولا كده، لاني لو مش هيصلحوه يبقى ملهاش لازمه ان الواحد ايه يجيب اي حاجه. يعني مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره قوي. انا بتونس معاكم وانا نازله. لا هو مش متعب في النزول بصراحه، مش متعب في النزول، التعب كله في الطلوع. التعب كله في الطلوع. ولو طلعت بقى هبقى اونسكم معايا بقى، وطلع هجهدكم معايا. مشكله كبيره، مشكله كبيره. بقينا في الكام؟ قربنا يا جماعه. اللي تعب يركن. اللي تعب يركن على جنب. يا نهار ابيض، اظن هتقولي ده انت مجنونه ان انت تنزلي في البتاع ده، عشان تنزلي 9 ادوار. كتير. الحمد لله وصلنا. هنسال بقى البواب، لو فعلا مش هيشتغل النهارده يبقى ولا هروح ولا هاجي، وهضطر اطلع تاني 9 ادوار. بهدلة بقى. يلا خليكم معايا. طبعا انا نزلت سألته، هو قال لي تقريبا خلال 2 ساعة وهيكون الاسانسير شغال، فاطمنت. بس ربنا يستر برضو، يعني مش اطمنت 50% كده. لو رجعت بقى لقيته مش شغال بقى، خليه هو اللي يطلع الحاجة مع نفسه، وانا بقى يكفيني شرف التجربة ان اطلع 9 ادوار. يعني ده الواحد انا نزلت ونهكت، يعني اما هطلع هطلع هعمل ايه؟ يلا ربنا يستر بقى. يلا احنا هنروح دلوقتي بقى السوق. احنا رحنا مع بعض قبل كده، بس المره دي انا نفسي بصراحه اشتري سمك، لان انا بحب السمك قوي. وقلت بقى نشوف اسعار السمك ايه النهارده واخبارها ايه وانواع السمك وشكل السمك هنا ايه وايه الحلو وايه اللي مش حلو. هنشوف كده مع بعض كده باذن الله، وربنا يكرمنا كده ونرجع بحاجه كويسه. يلا خليكم معايا. بقول لك علشان كده ده فرق السعر، ده اللي متربي وده اللي مش متربي. بصوا يا جماعه السمك ما شاء الله عليه، بس الاسعار مولعه الايام دي، مش عارفه ليه، خصوصا في السمك. بصوا هنا الفيليه والبطارخ، وهنا السمك الفيليه اهو. ده سمك المكرونة، وده المكاريلي اللي احنا بتاعنا دول، وده البوري. البوري هنا مش حلو على فكرة يا جماعة، يعني في اوروبا هنا البوري مش حلو خالص. هنا الجمبري رنجة يا جماعة هنا، بس شوفوا السعر 17 يورو. في رنجة تانية بس عاملة ازاي؟ نشوف فدي فوتو فدي هذه الفوتو. نشوف ده المكاريلي. بصوا مخلي
بصوا ريحة الرنجة قلب الدنيا. ده سمك التونة هنا الكبير. طبعا الأسعار الأيام دي غالية قوي. بصوا ما شاء الله دو كيلو كام سورو؟ ما شاء الله دو كيلو محمد يا بصوا يا جماعة ما شاء الله الأسماك جميلة قوي. بصوا هنا الكاليماري. ده السمك ده مش عارفة اسمه ايه بصراحة. Je voudrais 2 kilos, s'il vous plaît, mais les plus gros. 2 kilos. Ça marche. Madame, on le prépare. Si, si, je comprends. 2 kilos, mais les plus grands, s'il vous plaît. Là, c'est des grosses. Qui j'ai la sauvage, le gros. C'est combien? C'est combien le kilo? 14 euros. 14? Non, je vous prends ça. 17,14. Avec ça, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Ouais, tu fais des photos? Bah oui. Comme vous voulez. Tienne. Oui. Alors, fais une photo. السمك حلو على فكرة، عامل عليه عرض حلو. بصوا هنا ده سمك الصمون، معقولة كيلو 9 بس جميل. هنا بقى السمك الرخيص شوية، كل ما تنزل تحت كده في البلاصة بتاعت البتاع بيرخص السمك. بصوا حلو ازاي. بصوا هنا دي برضو مكان تاني للسمك. الأسعار الأيام دي مولعة في السمك. بصوا ده بلح البحر، الجمبري. الجمبري كيلو ب36 اللي هو الكبيرة. بصوا هنا عامل ازاي. الكيلو ب14. ده المكرونة كيلو ب10. ده بنقول عليه في مصر الأحمر. ده والله نسيت، مرجان ب7، بس شكله مش طازة طبعا. الدينيس ب9. بصوا ده بقى جاهز بقى على الأكل بقى. بعده اسمعني المكاريلي بعده. بصوا ده بقى اللي في الثمن ده ما بيبقاش طازه خالص. هنا بقى يبتدي السمك سعره يقل لانه مش طازه خالص. بصوا تلاقيه ب3 و4 و5. دي حاجات بقى رخيصه ومش قد كده. وده السردين فوق اهو. بصوا شكل البلاصه جميله جدا جدا بتاعت السمك. هنا ده تقريبا بيتعمل منه الشوربه والحاجات دي، اللي هي الحتة دي بتحطي لها في الشوربة وكده وتعملي منها شوربة حلوة قوي اللي هي السي فود. كده انا خلاص كده فرجتكم على سوق السمك اللي انا روحته. يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. انا الحمد لله رب العالمين الاسانسير اتصلح. ابني كلمني وهو رجع من المدرسة قال لي ماما الاسانسير اتصلح، فالحمد لله رب العالمين. ده اهم حاجة طبعا. وان شاء الله يا رب تكون الجولة عجبتكم واشوفكم في جولات تانية باذن الله. وما تنسوش الاول مرة يشاهد معايا القناة يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.